يا هبون إن أدي درس كله نقضه من ينبغي يا هبون الله إنه أدي قف درس كله نقضه مركز إلهي وحلا سبحانه وتعالى كوا مساجد إذا دسي كشقي كوا صاحبون إلهي إن درس نقضه مسجد كان بلال وحو نقضي مت قديمة وكم نقضه بربر أتو حوجن كاسو كيا لحافظ هنتبدا جارهان لان تبرير مجال هذا جوار علم هذا مسجد كان جواح حلوين إسكسارين سدي دبوس بلارن لغو سمين لها مسجد كاني يجو كاشن يو بلشدة سوماليد ملو البيجوجان إسلام كان نفرم كل دون أدري تاسو لغو وذي المعلومات صوص عدالة بلاو اسمها مسجد البلال مجال هذا جوار قاركم يدا علم الدين تكون المجال هذا جوار يحرون تقبل كشبه الله ده أيوة حي شعب كسوماليد أقو باخن إن أي كخب قاتن اسمها مسجد كاني إدول بأو حيستا كون الجذها وطن كيدافع عالمك ما دام أمد الصوماليات إجعلين إن أي كخب قاتن وحيابها وناجع كخب قاتا شدد اسمها مسجد كاني بلال مجال هذا جوار يعاون تبل شدد أيوة حي مهم وتهي أتبدني أكو عوادي صندونا مركا مساجد كان اسمه هيسا ومد أنجع أيضا نوجو جرت نلقو عضون صدي إسلام مركا أصلا نلقو سين أيوه وحي عن بحثناي وحكة بدن وحي عن بحثناي وحكة بدن أنكو هلينا أن وحي الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا من بنى مسجدا بنى الله مثله في الجنة هذي أبستو مسجد أما أتكا غيب قادة الله سبحانه وتعالى جنة أي وحكاك لساء سقوك مركينات قصر جنة كهشو وحكوبا ما من اللقوق الدونسان إن وذديبت أنت أتكا قادن كرتو أي تبرو كل دكتور أنت كقادة تعلق ربا وحكا لقوقوبة بادينا خسرانك خسرانك والعصر إن الإنسان الله في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق الصبر صدر دارا كودا حق كوين إن مساجد الله رسول صدر دار من هاي محوية جنة لقوقارا مركا حقا سواء وعليان صدر دارنا oo aan gaarsiino anaga wixii aan waxaan ku raadaa dadaal aan ku bixin karno aan ku bixino masajidka loo istaago xoog ee maal ee maskax ee wax walba oo aan heli karno aan u istaagno insha Allah taala qof iimaan la ya amri karo qof iimaan la ee qofka iimaanka lahayn masajidu ma dhisi karo oo ma amri karo saxiisi aan uma dhisi karo oo mana iimaan karo waxa raa markaa masajidu in la amiro haday taa dhismeedii si macnaheedu weena loo caamiro macaanida masajidda loo caamiro salaadii lagu dukado quraanka lagu akhriyo dhikriga ilaahay lagu badiyo masajid in xuduur loo yimaado muxuu ahay xalaqaadkii iyo cilmigiina lagu barto in sida loo caamiro masajidda khayrkaas in lagu sameeyo ayaa ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa taala waxaad ogaataan marka in guriga ilaahay xaq ma ahan in oo gurihiina kaliito in anaga aan degana guri qurux badan oo aad u dhalaalayo aad u fiican guriga ilaahayna oo muxuu ah oo qariiban yahay aad bay u dhibban tahay marka xaraana masajid kor u qaadno dhisno ilaahay wuu amaanay dadka masajida caamira wuxuu rafii buyutin adina allah an turfa wa yudkara fiha ismu guriga ilaahay oo idma in kor loo qaado ilaahayna lagu xuso yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal guriga waxaa dhiso am rijalun la tulihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله رق اينك مشغولين ان الى حسان باعي قرعس من دواء واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون وحي كبقيان يوم تتقلب فيه القلوب والابصار مرك ان شاء الله تبارك وتعالى ان غريها الهي عمرنا وان كدالنا تعميرك دويها مادي اي مد معنوى انت وين ان عمرو ان دالنا مرك مساجد وحي كميدين مالها او كم او كسعد عملك او كسعد عملك وحام هذا oo si socdoona marka dhimasiidka badi waxa ku sii shaqeynaya kamita waladun salih ilmun yantafi' mar qofka dhisbeed ilmi lagu intafaacay hada xir wax bartay oo dad cilmiga ka qaateen cilmigaas inta dad wax sii baraya dadka wax bartay inta wax sii barayaan adiga waxa ku socdaa masajid hada dhistid ama wax gashatid inta masajidkaas dhisayay adiga waxa ku socdaa ilaahay deeqsuu abdurrahman aadan shamcoon star tv magaalada jawar